ما حبيتش الرأس المبتذل، انه زمان كان الرأس كله رأس بطن. انا نوعت الرأس، دخلت عليه اسبانيولي ودخلت عليه التركي ودخلت عليه العجمي، دخلت عشان يبقى مش ممل. يعني كنت بتحاولي تطوري بقى. وطورته الرأس. طورته فعلا لغايه دلوقتي، كل اللي عملوه ما عملوش حاجه زياده عن انا اللي عملته. كنت تعملي تابلوهات راقصه يعني، حاجات زي كده. فرقه، كانت عندي فرقه بيطلع 40 50 بنت، وكان عندي رجاله، وكان عندي شباب، وكان عندي، وانا اللي دمجت المزيكا العربي مع الفرنجي. كان بالاول تخت لحاله. أيوة. يشتغل وحده، وكانت المزيكا اوركستر لحاله، ما تشتغلش مع العربي. انا اللي دمجتهم الاثنين وخليتهم يشتغلوا الاثنين مع بعض. طب ازاي خلطتي بقى التخت الشرقي على التخت الغربي؟ خلطتهم مع بعض وخليتهم يشتغلوا، بس في نغمتين كانوا شويه الصعب، النهوانت. نهوانت. ايوه. والسيكا. والسيكا كان صعب انها تندمج مع ايوه. فيها شويه، انما الباقي كله كان يمشي، كانوا مع بعض، كله نشتغلوا مع بعض. البيانو دخلناه، وكله دخلنا، كلهم دخلناهم، والكونتراباز والفلاوت والكلارينيت والاكورديون كله كان. طب ايه الغرض بقى من ان كنت تخلطي الموسيقى دي عشان دي كنت عايز تعملي ايه؟ دي العربي لحاله. أيه. ما كانش بيشبع الجمهور زياده، بقى مع بعضه اصبح حاجه عظيمه جدا. ايوه. واصبح يقلدوني فيه. مدام بديعة، انت من اصل سوري ولا لبناني؟ ابويا من بيروت، من هنا. لبناني يعني. دلوقتي لما اتفرقت الشام عن بيروت، من مع تركيا ايام فرنسا، اصبح هنا لبنان مستقل لحاله، والشام اصبحت مستقله لحالها. وامي من الشام، امي بيت الشاغوري، اسمها جميله شاغوري الله يرحمها. وابويا حبيب مصابني، اتجوزها في الشام وخلفت في الشام، وانا من ضمنهم. انا كنت اخر ولد عندها، اخر يعني اصغر ولادها كله. رحت امريكا، كان عمري يمكن 8 سنين 9 سنين بالكثير. امريكا الجنوبيه. ايوه. انا واهلي كلهم، اخواتي الشباب والبنات. قضيتي كم سنه في المهجر؟ 7 سنين تقريبا. 7 سنين في طفولتك يعني. ايوه. رجعتي المهجر تاني بعد ما اشتهرتي؟ رجعت انا والمرحوم نجيب الريحاني، قعدنا سنه. رايحين نعمل شهر العسل بعد ما اتجوزنا، قعدنا سنة نشتغل، واشتغلنا شغل عظيم، واخدنا سوكسي عظيم جدا بالريو جينيرو، بسان باولو، بسانتوس، بمونتي فيديو، ببونس ايريس، ما خليناش مطرح، وكله كنا كويسين جدا، اخد سوكسي كتير الله يرحمه، وانا كمان.